قالوا انه طبعا كابتن حسام وكابتن رهيم تمام ويستحقوا ويكونوا الكلام اللطيف الحلو ده، ولكن في النهايه الجهاز عليه كله بعض علامات الاستفهام من وجهه نظر البعض. يعني انا بشوف ان المدرب من حقه يختار اللي هو عايزه. حلو الكلام. اولا المنتخب بامانه شديده تفرق دمه بين القبائل، يعني اصبح مفيش حساب، مفيش، لا ال 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 الكل بينال منه، بدليل انت بتتكلم على نقطة وقضية في منتهى الخطورة والأهمية اللي هي الدعم المعنوي اللي هو الدعم الجماهيري. انت النهاردة لما تبص على المشهد، معلش في النقطة دي تحديدا، هل وجود كابتن حسام هيفرق؟ ما هوصل لحضرتك لحاجة. انت لما تبص على الاستوديوهات التحليلية تحولت إلى تحزبات لصالح ايه؟ الأندية، كل واحد ليه لعيب اتنين بيدافع عنه بطريقته بأخرى ويشوف في الآخر. يعني لم يعد هناك فيه لحمة بجانب المنتخب ان المصلحه العامه توجب ان احنا ننزل الحاجات دي ونشتغل عليها. صحيح. يكون عامل مهم جدا وتكون بدايه نجاح لحسام حسن وابراهيم اذا قدروا يرجعوا الجزئيه دي، اذا قدروا يكون لديهم منطق. وعاوز اقول لك انه من سر نجاح الكابتن وجيه رحمه الله عليه الجزئيه دي، يعني في واقعه كبيره جدا في فتره من الفترات كان وصل قمه التعصب ما بين الاهلي والزمالك والجماهير، ولما تم استدعاء المنتخب للتشكيل كابتن جوري كان شاعر بحجم الفرقه، وده واخد جنب وده واخد جنب، ولجا الى ايه؟ الى مساله اثاره المشاعر بالاغاني الوطنيه وحب الوطن. هو اللي بداها وهو اللي بطئ على فكره، لان هو كان يعني هو اصلا ضابط جيش، ضابط طبعا في الشؤون المعنويه، فامتلك الجزئيه دي، قدر يكسر حاجز وامور في غايه الخطوره. اتمنى انه انا شايف يعني اتمنى انه كمان الامور افضل لحسام من سابق، يعني دلوقتي اللعيبه برضو مع بعض عندها علاقه، الامور برضو اللعيبه حاجه غير الجمهور، لكن قدره انه هو يستطيع انه هو يغلب الامور ويعيد الجمهور مره اخرى، وانه كمان القائمين على الامر تفهموا الامر انه لابد يكون في تسهيلات بصوره او باخرى لعوده الجمهور، وانه الخطاب اللي احنا شايفينه الملبد بالغيوم على الشاشات اغلبها يعني 90% الا ما رحم ربي، يعيد الامر انه منتخب مصر بالفعل هو الواجهه، وهو زي ما بيقولوا حبه الكريز اللي موجوده المفروض نحافظ عليها ونلمعها ونديها، لانه كل اللي انت شايفه ده من مسابقاتك من انديتك هدفها رقم واحد هو تمثيل شعار المنتخب، وده في حد ذاته شرف لاي حد يعني يرتدي فانيله المنتخب الوطني. فالامر ده هتكون من الحاجات المهمة جدا لكابتن حسام، انه كمان هم نفسهم مطالبين هم يغيروا يدوا صورة مختلفة خالص عن الوضع الناس اللي جاية عليه، عاوزين نشوف نموذج مختلف يستحق يقول انه لا الفرصة دي اتأخرت عليا وانا جاي هوريكم انا هعمل ايه. هتعمل ايه؟ هي خطوة واحدة او خطوتين هتشعر بك الناس انك انت فعلا عندك هدف، انت يعني تعلب المصلحة العليا، تنسى كل شيء، تمحو كل ما قيل وما قال، واي بني ادم في خلال مشواره بيبقى عنده مشاكل وعنده كذا، لكن انت ايه من الذكاء جدا انك انت ايه تنتصر لصالح المنتخب مش تنتصر لصالح نفسك. فانا عايز اقول لك انه دي جزئية مهمة، جزئية تشكيلة الجهاز انت قلتها وجبت على السؤال يا كابتن، هو من حقه يختار الجهاز بتاعه عشان تيجي بكره هو تيجي بكره. انا دلوقتي اقول لك لا انا كنت والله عايز محمد الرؤوس معايا، انت قلت لي لا انا محمد الرؤوس مش عايزه، فانا جبت فلان بامانه شديده. رغم انت ايه يعني انا على المستوى كنت اتمنى اشوف في الجهاز واحد زي كابتن احمد الكاس، انا كنت نفسي اشوف الكاس من الناس اللي شافوا يستحق ان هم يكونوا موجودين ولهم دور. هو رفض أكبر. او هو يعني انا بقول لك لا انا ما اعرفش انا بقول لك في ناس تانية ممكن كنت تشوف مثلا سيد معوض، تم اختيار محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب عنده تجربه مع وادي دجله وبتاعه، وعلى فكره كانت مفاجاه لناس كتير انه يعني ايه حاجه كانت مفاجاه، لكن برضو محمد من اللعيبه الكويسين جدا ومن المدربين اللي برضو قدموا مشوار برضو مع عدد من الاجانب طبعا المدربين الاجانب طبعا ده اللي انا اعرفه. فانا عاوز اقول لك ان هو خليه ياخد التجربه، يختار جهازه اللي هو عمله معاه، ونتمنى له التوفيق والنجاح، وهنشوف المؤتمر الصحفي بكره هيقول فيه والافكار اللي هتطرح والاسئله هتوجه ليه من خلال الزملاء الاعلاميين، وخاصه كمان انت عندك ايه تجمع مش بعيد، لان عندك ايه تجمع 18 يعني بس عاوز اقول للناس ايه التجمع يا جماعه والدوره دي مش هتكون مقياس الحكم ولا مقياس ان احنا نكون لا ده لسه الوقت طويل جدا، انت عندك محتاج بامانه شديده الناس تهدى، محتاج نشيل الراجل ده زي ما ادينا للاجنبي فرصه وادينا له حقه،
وخليناه عمل اشتغل معانا هو على مدار سنه وست شهور، شوية. ندي لحسام فرصه. ان عندنا ماتشين في غايه الاهميه في شهر 6 مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، الماتشين دول مهمين جدا في مشوار تصفيات كاس العالم. احنا بدانا كويس، اتمنى احنا نحافظ على تصدرنا لقمه المجموعه، محتاجين ان احنا نكسب الماتشين، الفوز بيهم بيديك دفعه معنويه كبيره جدا. فاعتقد انه ايه، محتاجين خلاص القرار صدر، وعلى الجميع ان يلتف حوالين الجهاز الفني الجديد. والناس كلها كانت تقول لك مدرب بطني، اهو جه المدرب الوطني، ومدرب وطني كان طموحه وحلم حياته انه حد يديله حق. اخذت حقك، جات لك يا عم، توكل على الله، ورينا وفرجنا ورجع الجمهور ورجع الناس، وهو اختياراتك تكون حريص فيها، على انه مصلحه المنتخب هي رقم 1 و2 و3 بالنسبه لك. طيب.